فللاسف الشديد دي ناس لا تعمل الا لمصلحتها. احنا داخلين على امم افريقيا والمفروض ان في جمهور والمفروض ان اهل ملاعبنا لده والكلام ده. انا عارف ان جمهور المنتخب غير جمهور الانديه، يقول لك لا انت مش هتلعب الكاس بالجمهور، ماشي قد يكون ده قرار امني. لا لا لا, 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 لا هو مش قرار امني. الداخليه بعت خطاب يوم 1/9/2018 بتقول ان هي موافقه على عوده الجماهير مباريات كره القدم مش الدوري ومش الكاس. طيب بدات بطوله الكاس يا استاذ محمد في الدور ال 32 بجمهور. جمهور طبعا. طيب هل الاهلي عشان لعب بيراميدز فانت مش عايز المباراه تكون بجمهور؟ لا طبعا، هو طبعا ده اسمه الكلب ماكيلين، هو بيسمع وجهه نظر بتنفذ يعني، واخد بال حضرتك؟ هو واثق تماما. اولا مع كل الاحترام لكل الانديه اللي مالهاش جماهير، احنا بنحترمها طبعا. ما في انبي وفي بتروجيت وفي كذا وفي كذا ملوش جمهور طبعا. ورغم ذلك بيقدم مباريات رائعه جدا قدام الاهلي، وجمهور الاهلي بيحضر مباريات، واحيانا الاهلي بيخفق او الزمالك بيخفق، شيء طبيعي جدا. بقوه الفريقين دي حاجه، لكن انت بتحرم جمهور عشان خاطر يجي لك تعليمات ان انت ما يحضرش جمهور لماتش بيراميدز والاهلي، ده كده ما لهاش. بص حضرتك، احنا عايزين نواجه المشكله. التعليمات دي ممكن تكون جت من مين؟ يعني احنا عايزين نواجه المشكله مع بعضينا كده على طول كده بدون لف ولا دوران ولا اي حاجه خالص. اولا المال الرياضي ممكن يعمل كل شيء. المال الرياضي احنا الاول كان فيه فساد مش عارف ايه، وكان فيه نوع من انواع مصالح شخصيه وكذا. دلوقتي المال الرياضي ممكن يعمل كل حاجه، يخلي اتحاد الكره يغير قراراته مره واثنين وثلاثه. ما هو حاجه من اثنين، لا اما في مصالح، لا اما في على راسك بطحه، لا اما كذا لا اما كذا، عشان تخلص قراراتك. ما تقوليش بقى دي تدخلات سياسيه، ما تقوليش كده، عشان الرياضه ما لهاش علاقه بالسياسه. صح. مهما كان رئيس النادي، اي رئيس نادي مكانته هو في الاخر رئيس نادي رياضي. ما ينفعش ان انت حاجه من اثنين، كان بيبقى فيه واحد صوته عالي ويقعد ويسب ويلعن والكلام من ده، واتحاد الكوره يخضع ويبقى تمام. دلوقتي اصبحت القصه ان في ضغوط تانية، ان معلش دي كذا، دي اعمل كذا وما تعملش كذا والكلام من ده، تعليمات ضغوط رهيبه جدا جدا عشان تغير قراراتك. احنا مش عايزين نسمي الامور بمسمياتها، في ضغوط كبيره جدا على اعضاء اتحاد كره القدم. ولو هم كده وزي الفل ونضاف قوي، ما كانش حد يسمح لحد انه يتدخل في قرارات اتحاد كره القدم. انت اعرق مسابقه في المنطقه، وانت اعرق انديه واكبر انديه في القاره الافريقيه، فالمفترض ان انتظام مسابقتك بقرارك اهم من اي شيء واهم من اي مصالح اخرى. قصه الجمهور، انت لما تحرم نادي كبير جدا زي الاهلي او الزمالك من جمهوره في مباراه في كاس مصر، معناها ان انت بتقول هذه المسابقه ليس لها اي اهميه. في حاجه ثانيه، لما نحرم الجمهور من انه يكون موجود في لقاءات كاس، والامن بعت خطاب ورقم الخطاب عشان نقوله تاني، رقم الخطاب اللي الداخليه بعتته 34-36 كده، انا بقول ان الامن والداخليه المصريه غير قادره على تنظيم لقاءات المباريات بجمهور، واحنا داخلين على اقوى بطوله في القاره، هيكون عندك 80,000 في كل مباراه. طيب ازاي يعني، ازاي ده ممكن يحصل من اتحاد كره القدم، ان هو يعني يوضح للناس بصوره غير مباشره ان انا كده ما فيش جمهور علشان الامن مش هيكون قادر على، لا الامن المصري قادر ان هو ينظم، والداخليه المصريه قادره على تنظيم اي حاجه واي حدث، وشفنا نجاحات كتيره جدا. شوف استاذ عمر، هو طبعا التبرير عندهم انه التبرير الجاهز يعني انه ممكن جمهور الاهلي لما يحضر مباراه هيتبادل هتافات وسمام وكلام من ده. طب وما الذي يدريك انه لما تيجي مباراه بين مصر وساحل العاج او نيجيريا في كاس الامم الافريقيه وفيها 80,000 متفرج، والجمهور عايز يشتم اتحاد كره القدم؟ ما هيشتم اتحاد كره، لو عايز يشتم اي رئيس نادي ما هيش ايه المشكله يعني، هيبقى في جمهور ليس له ضابط ولا رابط. بس انت اللي عملت كده، انت اللي حطيت البذره، انت اللي بتعمل احتقان دلوقتي في الشارع الرياضي، انك لما تاخد قرار تحرم جمهور من كاس مصر عشان خاطر حفاظا على ان ما فيش جمهور يهتف ضد رئيس نادي معين او ضد نادي معين، ده معناها ان انت بتقول له خليك جاهز بقى لما تجي لك الفرصه، وبقى اعمل اللي انت عايز كنت عايز تعمله. انت اللي بتزرع الاحتقان، اتحاد كره القدم هو الذي يزرع
الاحتقان في الوقت الحالي في الوسط الرياضي. احنا قادلنا اسبوعين وجهات اخرى في البلد كلها عمالة تقول التهدئة. صح. دخلنا على امم افريقيا. صح. يا جماعة عايزين نزيل اسباب الاحتقان. وانت كاتحاد كرة القدم عم تتحدى وبتطلع تعديلات للجداول وبتنسب هذا التعديل له اجتماع رسمي وهو مش رسمي زي ما بيان الاهلي قال والقصص اللي موجوده اللي معروفه، لان انت عملت اجتماع وهذا الاجتماع باطل زي ما حضراتكم قلتم في بدايه الحلقه، فشيء طبيعي جدا ما بني على باطل فهو باطل، فاذا جدول وتعديلاته يعتبر باطل. احنا عايزين نقول حاجه واحده صغيره جدا، ان اتحاد الكره عليه ان هو يعني النهارده يرجع يعني للحق والصواب. أنا ما عجبنيش تصريح لمجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الأهلي تعليقا على بيان الأهلي. تعليقا على بيان الأهلي عضو اتحاد كرة القدم. عضو اتحاد كرة القدم. بيقول هو فيها إيه يعني لما الأهلي يلعب مع بيراميدز كأس ولا دوري هتفرق معاه إيه؟ مفيش حاجة اسمها إيه؟ هي سبهللة. هبولي مفيش اي حاجه كده، نلعب دوري ماشي، نلعب كاس ماشي، مفيش مسابقه ماشيه، مفيش انظام، مفيش اي حاجه. لما يكون مسؤول في هذا الاتحاد ويقول هذا الكلام معناها ان انت خلاص بقى كل حاجه بتدار بالمزاج.